بعد انهيار سد في السودان بأيام فقط، فوجئ متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بخبر جديد يحمل نفس تسلسل الأحداث لكن من اليمن وليس من السودان هذه المرة. فسد الرونا الواقع بمنطقة حبابة بمحافظة عمران قرب صنعاء انهار نتيجة للأمطار الغزيرة والمستمرة، لكن يبدو أن لا أحد من السكان عرف أو تنبأ بقرب انهيار هذا السد الذي وصفه معلقون على فيسبوك بأنه متهالك أصلاً. انهيار السد تسبب بسيول عارمة وجرف واد بأكمله مدمرا حوالي 4 منازل ومجبرا نحو 30 أسرة على الرحيل من المنطقة، ولم تسجل أي خسائر بشرية حتى الآن. يا ربي سترك يا الله، هذا سد الرونة انفجر، الله يستر لا يأخذ الناس من البيوت اللي على الطريق على مدينة حبابة، الخروج من البيوت اللي على الطريق. أما في مأرب فسد آخر يواجه شبح الانهيار بسبب مياه الأمطار الغزيرة، ألا وهو سد مأرب التاريخي والذي يعد من أقدم السدود في التاريخ البشري، إذ بناه السبائيون في القرن 8 قبل الميلاد وأعيد تجديده في عهود مختلفة آخرها كان عام 86. لكن خبراء كثيرون يحذرون اليوم من انهيار هذا السد الذي فاضت مياهه لأول مرة منذ إعادة بنائه بالثمانينات. تاريخي أول مرة ينزح يوم العيد بركة. شفت يوم العيد تورخ، يعني متى مسح السد التاريخ ذا يقول مسح أول مرة هي؟ نسح أول مرة في 31/7/2020. أيوه، في أول يوم من أيام العيد. له من يوم بني كم؟ أكثر من 20 سنة. له من عام 87. كم؟ 30 عام. 33 عام، هو أول مرة ينسح. يعني تسجل في التاريخ. سجل التاريخ. اليمنيون غردوا بآلاف التعليقات حول هذه السيولة، دعونا نستعرض أبرزها، والبداية كانت من عبد العزيز الوليد الذي كتب على هذا الأمر: الأمر يتجاوز مجرد سيول عابر، أنها كارثة اليمن، يدخل تحولا مناخيا عميقا وبحاجة إلى معالجة وتدابير تتجاوز القدرات الحالية. أما علي فقال: الفيضانات دمرت مصدات المياه والجدران الحامية للطين ودفن الأبار السطحية ومكائن ضخ المياه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتعليق من أحمد الحضرمي يقول فيه: السيول مستمرة منذ نحو 10 أيام، ماذا يفعل المسؤولون لأجل ذلك؟ الجواب: لا شيء، لأنهم أمراء حرب وليسوا تكنوقراط.